الكوكب اللي احنا عايشين فيه، هو مش عايش على كوكب الارض. الناس مش قادره اساسا تدفع مرتبات العماله اللي معاها، ولا قادره تدفع جهاز ومراكبها على عطلة مش عارفه تصلحها، وطالب انه ياخد من كل مركب على الاقل 300 جنيه في اليوم، يعني 9000 جنيه في الشهر، في حين انه الراجل المالك للمركب نفسه مش لاقي اساسا يدفع لمرتبات الناس اللي معاه، ولا عارف ياكل نفسه اساسا، والمركب عطلان، والمراكب بتبقى عطلان، الناس مش عارفه اصلا تصلحها. يعني يا ريت ان هو بيكسب وهيدفع ترخيص او 5 تراخيص في السنه، في السنه كل شهرين ترخيص، طب ما تجمعهم لي كلهم في ترخيص واحد ورخص لي مثلا سنه، ليه انا كل شهر اطلع على التفتيش البحري عشان خاطر ارخص المركب؟ كل شهر اسيب شغلي واخد 2 3 اجري ورا الترخيص كل شهر. رئيس بقى، رئيس مركب جاي متضامن مع زمايلك في الوقفه الاحتجاجيه. تمام، ايوه. طيب ممكن نعرف ايه اسباب الوقفه الاحتجاجيه دي بالظبط؟ القرار اللي المحافظ منزله عايز ياخد من الانشاءات الخاصه على كل راكب في الترخيص بتاعه 10 جنيه في اليوم، ايا كان العدد، ان كان 40 ياخد 400 في اليوم، ان كان 30 ياخد. اللانشات الخاصه بقى عايز ياخد على كل متر طول في اللانش 1000 جنيه في السنه، يعني لانش مثلا طوله 10 متر تكلفته 30000، ادفع كل سنه للمحافظه 10000. ليه؟ ده للمحافظه وغير الاتوات. بقى له شهر قرار زي ده ازاي ينزل؟ يبقى ينزل من الناس اللي هي كانت قاعده في البلد القديمه، هي اللي زقاه على الكلام ده، وهم عشان يضروه، وهو مش فاهم ايه المسؤوليه دي على الناس كلها، لان أيوة. كل الناس هنا أيوة. اصحاب مراكب، وكل واحد عندي مركب تسريحه 30 فرد، تسريحه 30 فرد بتبقى في الشهر 9000 جنيه، يعني في السنه انت عايز لك مبلغ، حتى لو بعت المركب بتاعك مش هيجيب المبلغ ده. اولا انت عندك عمال، احنا نشكر اصحاب المراكب اللي عندهم عماله ويوظفوا ناس، احنا ما رحناش مثلا للسيد المحافظ وقلنا له ادينا مثلا ايه مرتبات الناس دي في ايام البطاله، لكن المراكب هي الشيء الوحيد اللي في البحر الاحمر اللي عامله نمو.